هبلول هو ديجا قال لي انا الذهب مخلي عند الوالده، خص من الاخرى لا تصفروا ليا ولا هادي، مخلي عند الوالده ديالو ومكتاب لك انت يا هكا حبيبه هذا، وداني انا عند مول الذهب وخذ لي هذا الخاتم انا اللي اختاريته، وسنت الاخرى حتى هي خداها لي ديال الذهب وانا اللي اختاريتها ومشيت معاه عند ذهبي. يعني الذهب الاول هو اللي كنتي قلتي لنا مهدي داته مرتك لمك، هذاك ديال موي ديال موي عطيناه لها، هذاك اخر خداته لي، خداته ليا وما رداتو حتى خرجتها من العمليه عاد جابته. اذا الذهب اللي كان ديال مو كيعطيها المراه اللي تزوج بها كيعطيه لها؟ انا هذه ما عرفت، ولكن هذا قال لي كان عندي ماشي الله شريته، كان عندي قال لي ديال المراه الاولى ياك، قال لي ما كنت جايبو ليها وما كتبش وهادي وجابوا لي انا ما فيها باس. على حسب الهضره اللي كيقول لي مهدي كلشي كذبات فيه، وقالت لي راه كيف دار لي انا غادي يدير لك سنتيه، انا ما انا كنقول هذيك الدابه غا كتكذب وغا حداتنا وما طرطاتش ليها ملي شافتو تزوج بيا وخداني، حيت قالت هذا شاده من رجليه ما غاديش نوافق ليه باش يتزوج، وهذه هي كتكذب وكتقول ليهم انايا كون جا عندي وقال لي نطلقك غادي نقول لي اه طلقني، شويه كتقول انا لا ما غاديش نطلق، ما غاديش نطلق وانا معاه حتى الموت، يا يقتلني يا نقتلو، وعندي اوديو كتقول فيها هكا يا تقتلني يا نقتلك. كذاب هاد المراه في كلشي، على حسب التعامل ديالو والنيه ديالو وموتها هي، انا ما كنشوفش فيهم شي حاجه خايبه، كنشوف منهم غير الخير، وعندي احساس باللي هادشي كذوب اللي كتقول هي ونشوف منه غير الخير. واش فعلا تثبتوا هادشي هي في التليفون؟ لا ما انا حتى جا عندي راجلي قال لها كيقراي هاد الميساج كتقول فيه انت ما مربيش، اش قالت لك؟ قالت لك انت مربيش النيفو ديالك بحال بحال ديال مرتك، ما مربيش. ورديت عليها انا، شنو قلتي لها؟ رديت عليها قلت لها لا انا ما عايشة على السن، قسما بالله انا كاع عندي ام كبيره كاع غادي نوصلوا لديك المرحله، ما عايشة على السن انا. انا قلت لها زعما وصلت لديك السن تقاي مولاك زعما ما حيت الناس كله ريفيرا كله تيقولوا فيها الهضره الخايبه، والجيران هما طلعوا دابا والكارتي كله شات يقول لك مولاي المهدي راجل مزيان الله يعمرها دار، ديك المراه شافرا شهر واحد وحنا عارفينها شي كله تيقولوها. بالنسبه للاتهامات بان الشاب جنسي، عندك شي فكره على شي كتقول؟ لا ما كنظنش، حيت هو ديجا قال لي انا ملي كنت كنتلاقى ما عمره ما حط علي يديته هكا، قال لي انا باغي منين نتمرت نمس بالحلال، واخا انت حنا قرينا عليك الفاتحه وهادي ما نمسك حتى نتكاتب انا وياك، حتى السلام كنت كنسلم عليه من اليد بحال هكا. والله اقسم بالله العظيم الاذان كيأذن ويشهد عليا. هاد المشاكل ديالو هو والزوجه ديالو قاد عليهم، قاد على اي حاجه قاد لها. الزوجه والطليقه. الطليقه ديالو كما كيقول الطليقه ديالو. راهي الورقه وريتكم. غادي نقول لها الله يهديك وحنا الرابحين، انت ما غاديش تربحي. هي غا بحال قلتي كما قلتي لي هي بغات الفلوس بهادشي، بغاتو يعطيها الفلوس باش يبعد منها، وهي لا هو ما بغاش يعطيها الفلوس، بغا يمشي معها قانونيا. يعني واش هي طامعه في هاد الدار ولا شي بغيتي؟ اه طامعه فيه، هي كتقول لي داري نجي ندخل، اش قالت لك في الاوديو؟ داري وندخل لها بالقانون وبالبوليس وبالجدع، انت غتشوف داري. واش هاد الديور هاديك اللي تحلفي فيهم شريتيهم من النهار الاول؟ واش خلصتي عبد الصادق 20 مليون؟ واش خلصتي الطابيسي اللي عيط ليه قبيله وقال لك انت مولاي المهدي اللي خلصتي هاد الدار كامله، والطاشرون ديالي قال لك انت مولاي المهدي اللي خلصتي هاد الدار كامله؟ عندي انا لي فاكتور وكل شيء. ما عاود نقول لك احلام ما ندمتيش. لا زعما. وخصوصا ملي دخلتي هاد المعمعة ولا هاد المشاكل. انا كندير ولكن كنقول لا خاصني نوقف مع راجلي هنا فين خاصو يلقاني، هنا فين هنا فين كتبان المرا وانا معاه في هادشي تيسالي. كيفاش غادي تصدق؟ شنو هو في اي حاجه نواسيه ندوي معاه نوريه شنو يدير انا معاه، نوقف معاه في كل شيء في اي حاجه نوقف معاه. شنو في مواجهه مع السيده اللي تخرجك كلها؟ داكشي ديال العنف داكشي ديال لا نمشيو معاه حنا قانونيا، داكشي بالقانون وداكشي بالسود وداكشي ديال بلاتي احسن، حيت داكشي كذوب كما كيقول راجلي هادشي كذوب. ماشي غير راجل، الجيران الناس كلهم. الجيران الراجل تيواثق عليه. لا تيقى فيه وما تيقى فيه. داكشي من عند الله ما شكيتش فيه كاع، ما قلتش لا عاد كي كنت انا كيكذب عليا كما كتقول هي كيف يدير لها يدير لوحده اخرى، لا حتى راجلي وعارفه شنو كيسوى.
من غايه الميريكانيه اليومين هذا وتقول لك المهدي عائلتي وخويا هذيك اللي طالقتي في 2012 كل نهار مازال تعيط لي وكل نهار تقول لي انا بجنبك وانت احسن راجل في العالم. وطريقاتك وطريقه اللي باغي كتواصل معاهم؟ لا لا عندي عمري هضرت مع امينه ولا سعيده في حياتي، داك الشيء تفارقنا بغياب غياب بسلامه بسلامه عمري هاد السيده يعني سولناهم علاش مثلا الطريقات ديالك المغربيه شنو ممكن يقولوا لك؟ ايوا راجل مزيان حصلت على فساد بزاف وسمحت حيت كنت نبغيها. شتي يقولوا لها هضرتها كلها كذوب، هي تتقول عليا انا عايش مع راجل في الميريكان، يا عمرها شافت الميريكان ولا عرفتني شنو تندير في الميريكان، انا عايش في الرموك ديالي ولاد دربنا كلهم عارفين مي حياتي، انا عايش في الرموك تاعي ولاد دربنا كلشي عارفيني تمشي شهر ونص الميريكان وتنجي. السيده هادي عمري ما شفت منها غرام ديال الخير غير الشفره من نهار اللي عرفتها. ضربت معاها في عامين غير شهرين ونص اللي شتها وشافتني، اللي شتها وشافتني غير في عامين غير شهرين ونص، ديما هربانه ديما انا جبتها غير كانت تخدم في الديور، خدمه ماشي عيب ولكن هي قالت لي انا عييت وانا هذا وهادي وهادي، جبتها جلستها في داري تنعطاها المصروف ديالها 2500 درهم في الشهر، تتقول لي لا هاد الفلوس ما تقدونيش انا راح ديالك دارك، وانا قلت لها وانت كنتي ديري غير 600 درهم في السيمانه، انا عطيتك شهرك كله بلا ما تخدمي. لا هذيك 600 درهم في السيمانه انا كنت نبروفيتي في الناس، انا تناكل ونشرب عندهم فابور اما انت تعطيني هاد 50000 ريال انا تناكل منها وفي الاخر الشهر ما تيصيط لي والو، انا باغا مليون في الشهر بحال هكا قسما بالله انا باغا مليون في الشهر. ايوا وعمرها فكرت لي لشي حاجه المصلحه ديالي جامي دلافي، وغير الفلوس 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 الفلوس. وعندي الاوديو ديالها تتقول لي غير هادي شهرين تتقول لي لا صيفطتي لي مشروفي من شهر جوج لدابا نقول دارنا انت احسن راجل في العالم، وانت شافراني وشافرا لي مكانتي و6 المليون وداكشي كله وبغيتي مازال نعطيك المشروف وداير عليك 6 شكايات عند الوكيل جلاله الملك، هما الجيران دابا طلعوا بغوا يشهدوا في هادشي من شهر واحد السيده وهي هربانه، من شهر واحد تتكسب لي انا نعست معها، كلشي عندي في الواتساب كلشي عندي في الواتساب كلشي عندي في الواتساب. لا لا انا راجل ومشي نتقلب من غدا على الطبيب، وانا شوف انا ما تنخبي والو اللي كاينه تنقولك، وكانت فيا شي لعيبه نقولها للعالم تنحشم حتى شي واحد، انا ربي خلقني ديال العيالات تنموت على العيالات، انا ما تنعرفش شنو الراجل. وحنا في ميريكا لا كان عندك شي صديق بي دي ولا شي حاجه عادي هذيك ماشي مشكل، ميريكان راه مخلطه ومخلطه ومخلطه، وهادي عما لقات كيتحاربني وتتقول عليا هذه الكلمه ولا سميتها مرق تجي تقولها لي في وجهي وتفرج، هادشي كله تتقولوها في واتساب وتتقولوا شي بلاصه اخرى، ما كنتي مرق كنت طلعتي وواجهتينا ودقيتي في الدار، ما كنتي تهربي في الزنقه، انا عمري حطيت عليك يدي في حياتي كامله، عمري حطيت عليك صبعي، حيت انت واحد القنس اللي ما يتفاكش نحط عليك صبعي تبغي تصيديني عند البوليس، انا عمري حطيت عليك صبعي في حياتي كامله وشت منك الشر والشفره ودرت فيك الخير وركبت كابينه لداركم ودورت مع داركم ديما وخلصت على باك محامي، لا لا الحق هذا درت فيك الخير من هادشي كله، مني عرفناك لدابا شفنا منك 6 دانونات واطرو الحليب ني جيتي عند الوالده النهار الاول تقدمي وجعها، من هادشي اللي شفنا منك من النهار الاول، عمرنا شفنا منك كادو، عمرنا شفنا منك شي درهم جبتيه، عمرنا شفنا منك والو، ما جبتي ما على كوزينتك ما درتي والو غير غير تشفري وتتنهبي وباغي 50000 ريال في الشهر، والجيران شافوك تطلعي الرجاله للدار وباغين يشهدوا في المحكمه، والجار شافكم خرج راجل مع الخمسه الصباح قلتي لي لا خويا تيخدم بكري، ومني وريتو التصويره ديال الصدور قال لي هذا هو اللي كان خارج من الدار مع الخمسه الصباح ماشي خويا هذا، وقال لي انا تنسوق الرموك اخويا هبط نشوف هذا السيد هذا اللي خويا خدام بكري، قال لي ما كاين حتى طاكسي تيدور مع الربعة ونص ديال الصباح في شهر 12 2020 ما كان حتى شي طاكسي تيدور مع الربعة ونص ديال الصباح، كنتي مدخله السودور، ومني قلبت النمره ديالك حيت كانت النمره ديالي في سميتك، مني قلبتها ساعتين د المكانه من بعد ويطلع لي السودور قال لي السلام اخويا السلام اختي كي دايره بخير، قلت لك صافا كي بديت نهضر معاك قلت لك واجي عندي للدار كي العاده، قلت لي وهضري معايا اوديو بعدا ونجي عندك، ومني عرفت ومني ما بغيتش نهضر معاك اوديو تتقلب الهضره
ومنين عيط لك طارق صاحبي هذاك الديتكتيف بريفي اللي حطيت عليكم، اول حاجه ما قلتي لي، قلتي لي ما تنعرفش ديك البنت كاع، ما تنعرفهاش، وهي مبلوكياك في الواتساب، دايره معاك جوج، دايره معاك جوج 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 نوامر مدخلاهم في الواتساب ديالها وبلوكاتهم. فالدار هذه عندها عوناتني في الاتات كدابه، انا عيطت قبيله للطابيسي اللي صوب لي الدار كامله، وقال لك انت مولاي المهدي اللي خلصتيني في الدار كامله وشهاده الحق. عيطت للطاشرون ديالي، قلت لي شكون اللي خلصك في الدار كامله؟ قال لي انت مولاي المهدي اللي خلصتيني في الدار كامله وشهاده الحق وعندي لي فاكتور ديالها وكل شيء. عيطت للمول الالكتروميناجي اللي شريته من عنده واحد السيد في المحمديه تيدير المصارفه، وشريت من عنده كل شيء وخلصته. وقال الوالده احسن كليان شفته في حياتي، ولدك خلصني 5 مليون ونص في شهر ونص تبارك الله عليه. قال عمري ما شفت سيد بحال هكا، وخلصنا بلا شك وكل كذوب. تتقول لك العمليه بالي خلصها عليها، لا انا كنت على تجوز بك بشهر وجاي باش نطلقك حيت هربتي من دار امي وبغيتي تخاتميني مع امي، وجيت باش نطلقك ولقيت راسي في الكلينيك تنزورك وعزيتي عليا حيت عدوك ما تبغيش تشوفه في هذيك الحاله، ويومين وداركم تيطلعوا ينزلوا ما لقاوش كيخلصوا العمليه وشفتي فيا. قلت لك انا قلت لك مال داركم غاديين جايين ما فهمتوش، انا اللي خصني نخلص حتى انا لا تجوزت بك شهر ما فاهم والو. قلت لي يا واعق، وقلت لك وقولوا لهم بلا ما يجيو، ومشيت وخلصت وهبطت عند لاكيس انا وياك وخلصت 8000 درهم بالكارطه ديالي وزدتهم 2000 درهم كاش، وخرجتك وديتك لداركم لدار خوك وشريت لك الدواء وداويتك، ومن بعد من بعد سيمانه جبتك لدار امي وقنعت امي زعما باش تصالح معاك. فهماني ديما انا مع ستيف، انت عمرك ما شتي حتى الداخله كي دايره وعارفه حياتي انا في لوس انجلوس الامريكان شناهي، اوكي؟ وانا راجل وراجل ونص، وربي خلقني تنبغي غير العيالات، ما تنفكرش في الرجاله، حيت كون تنفكر في الرجاله كنبقى في الميريكان، وكاع ما نجي كاع لهاد البلاد السعيده، وكاع ما نتزوج بوحده والثانيه والثالثه وهادي، انا تنبغي العيالات. الله يهديك والله يدير اللي فيها الخير، وحنا لكان هاد السيد غلط في حقك راه ربي ياخد فيه الحق، كنتي انتي راه منك المولاك راه كاين الموت. وبالنسبة للناس ما تحكموش حيت شفت سميتو الكومنتارات كلشي كيقول كيهضر علينا بالخيب، راه هادشي راه فيه دنو حيت ما عارفينش شنو كاين في هاد الدار. هي كتقول ليهم قالت ليهم ما عنده حتى شي تصويره ديالي عريانه، شوفي انت راسك اللي كتهضري وشوفي انت اش لابسه. وهادي انا شفت التصاور جات حشومه نوريهم للعالم كديري تصاورك، كيقولوا لي انت يا لابسه داك اللبس كتقولي عريانه، وانت كتقولي شفتي الاخرى عريانه وانت اصلا عريانه. انا راه لابسه حويجي ومع راجلي وراجلي كيشوف فيا، هي راه بحال كي ولدات امها. هي التصاور جات مع راجلها؟ لا ماشي الراجل، ماشي لي واش عرفتي ماشي مع راجل انت ما كنتيش حاضره؟ لا قال لي صيفط غير قال لك صيفطهم لصاحبو. دابا انت اللي قال لك مهدي كتيقيه؟ قال لي قال لك راجلي كنتيق. لا هي اللي مصوره راسها قسما بالله، مصيفطهم لك راجلها؟ لا ما مصيفطهمش ليا، خليهم في التليفون وانا اللي جبتهم في التليفون قسما بالله. ما رسلاتهمش لك؟ لا ما رسلاتهمش. هو عمره ما شافهم حتى شافهم في التليفون. وانت خديتيهم من التليفون؟ اه خديتهم من التليفون. كان عندك الكود ديال تليفونها ولا كان؟ ايوه كان عندي الكود. لا كنت مخبيهم في واحد الجيميل، واحد النهار قلت لها جبدي لي هذاك الجيميل ديالك يتجبدوا، وانا قلت لها سيري خليني نشوف على خاطري. بقيت تنقلب شي 2000 تصويره عندها، وانا جبت 7 ديال مطوزيه فيهم عريانه كل قبل ما تاخذك. قبل ما تاخذ وثلاثه في الدار، لقيت ثلاثه في الدار مصوره بحال تتصيفطهم لشي واحد ولا شي حاجه، يعني ثلاثه من في الوقت اللي توجد.